لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير، اموركم واحوالكم طيبه وتكون اموركم تمام ان شاء الله. اليوم جاكم فيديو جديد على القناه ضمن يعني الوصفات الخفيفه اللي كتصلح هكذا فصل الصيف، كتكون سهله كنضريه كنعدلوها وما كتستغرقش واحد الوقت طويل بحكم ان الانسان مع الحراره فكنبغيو شي حاجه هكذا دغيا كتوجد. غنقدم لكم ان شاء الله اليوم هذا الكيش اللي كيجي صراحه غزال بزاف بدون عجين، كيستحق التجربه بمقادير بسيطه ان شاء الله، وغادي تحصلوا على كيش رائع وخصوصا كيعجب الاطفال بزاف. انا غادي نقدم لكم هكذا بشكل عائلي وهكذا كوحدات فرديه، وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. بسم الله على بركه الله نبدا بالمقادير. عندي هنايا واحد الحبه ديال البصل وواحد الحبه ديال البويرو، شحرتهم شويه ديال زيت الزيتون مع ملح وشويه ديال الابزار. يمكن لكم تعملوا غير البصل كما يمكن تعملوا غير البويرو، انا عملت الخليط بيناتهم كيجيو مزيونين. عندي هنايا جوج ديال الكيسان ديال الكريمه ديال الطبخ، كنأكد انها كريمه ديال الطبخ ماشي ديال الحلويات. يمكن لكم تعملوا غير الحليب، تعملوا جوج كيسان ديال الحليب. انا عملت الكريم فريش ديال الطياب، كتجي صراحه الاد وكتعطينا ديك التعليكه ديال الكيش، كيجي مزيون. وحتى اذا عملتوا الحليب فهو حتى هو كيجي مزيون. حنايا غادي نضيفوا واحد المكون اللي غيخليها ما تجيش ميها وما تجيش جاريه. المهم عندكم اختيار، يا اما تعملوا جوج كيسان ديال الكريم فريش ديال الطياب اولا تعملوا جوج كيسان ديال الحليب. عندي هنايا 6 ديال البيضات، وعندي هنايا واحد الفلفله حمراء مشويه ومقطعه. بالنسبه للكيش تفاداو تماما الفلفل الاخضر، ما كيجيش مزيون المذاق ديالو، ما كيجيش مزيون وخصوصا في الحشوات ما كيجيش حيت المذاق ديالو شويه مجهد. هذا الاحمر كيتواتى بشكل مزيان بزاف مع الكريمه ومع لي صوص البيضاء كيجي مزيون. عندي هنايا واحد الكميه ديال السوغيمي قطعته مربعات صغيره، يمكن لكم تعوضوها بالتون، يمكن لكم تعوضوها مثلا بصدر ديال الدجاج مشحر، يمكن لكم تعملوا حتى التون. بالنسبه لهذا المكون هذا يمكن لكم تعوضوا به اي حاجه عندكم متوفره في البيت. عندي واحد الكميه ديال الزيتون خضر مقطع مدور، عندي شويه ديال الكورنيشو حتى هو مقطع رقيق، وعندي هنايا بالنسبه للتوابل عندي القليل من الثوم غبره مجفف، وعندي شويه ديال المعدنوس يعني الربيع مجفف، وعندي القليل من الابزار الابيض، لان بما انني غادي نستعمل صلصه بيضاء فمن الاحسن نعملوا الابزار الابيض فهو كيخلي اللون ديالها مزيون وما كتجيش كري الا عملنا الابزار الاسود، وطبعا ممكن تعوضوه بالابزار الاسود ماشي مشكل. عندي هنايا واحد جوج ديال المعالق ديال الخبز المحمص، هنايا عندي هذا منسم فيه المعدنوس وفيه الثوم، يمكن لكم تعملوا العادي كما يمكن انكم تعوضوه بالدقيق الابيض، يعني تعملوا جوج معالق ديال الدقيق الابيض ولكن بالشابلوك كتجي حسن. هذا المكون كنضيفوه باش كيمتصنا السوائل باش ما كتجيش العماره يعني جاريه، وبما اننا حنايا ما نعملوش العجين غنعملوا واحد الكيش اقتصادي وسهل في التحضير، فغادي نعوضوا العجينه بواحد المكون اللي غنوريه لكم دابا. وعندي هنايا تقريبا واحد 3 ديال البطاطات قطعتهم هكذا مربعات وقليتهم في القليل من الزيت، يعني ما عملتلهمش شي حمام زيت ساخن كبير، عملت غير شويه تماما الطريقه اللي كنعملوا لها التورتيا اسبانيولا، كنعملوا فيها شويه ديال الزيت ماشي بزاف. هكذا كتجي لذيذه وكتجي بلانديتا، حنا ما بغيناهاش تكون مقليه قاصحه في وسط الحشوه. ثانيا كنتفاداو يعني الضرر ديال المقليات خصوصا ديك الماده البنيه اللي كتكون في البطاطا، فهذيك يعني كتسبب بزاف ديال الامراض، الاسم ديالها هو الاكليراميد، هذيك هي السبب ديال اللي كيخلي المقليات كتكون يعني مضره بالصحه ديالنا. وثم الا كنا في السيارة اذا بغيتو تقليوها قليوها غير شنو ما تحمروهاش بزاف وخليوها تكون رطبه. صافي هادو هما المكونات. وعندي هنايا بالنسبه للقوالب انا غادي نستعمل قالب كبير دائري، كيف الا شفتوا معايا انا عملت كميه كثيره ديال البيضات حيت بغيت نعمل كميه كبيره. ثم غادي الا بغيتوا تعملوا غير واحد الطبق بحال هكذا غادي تعملوا نفس المقادير، غادي تعملوا 3 ديال البيضات، كاس ديال الحليب او كريم فريش، والمكونات اللي بقى عينكم ميزانكم. المهم انا في جميع الاحوال غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف وصافي. وغادي نعمل النصف الاخر غادي نعمل به هاد القوالب ديال لي كاب كيك باش غادي نحصل على وحدات فرديه هكذا كيبغيو كيجيو مزيانين هكذا نعطيوهم للاطفال يديوهم للمدرسه وصافي. تابعوا معايا الطريقه سهله، كنخلطوا كلشي فواحد الوعاء. الطريقه هي سهله جدا، يعني كنمزج المكونات اللي عندي كامله، كنبدا اولا بالبيضات من بعد كنزيد الكريمه اولا الحليب اذا كنتوا غادي تعوضوها به، وكنزيد البصل وباقي المكونات الدقيق عفوا البقسومات او شابلوغ او الخبز المحمص حتى هو كنزيدوه،
وصافي كنزيدوا المكونات بالتتابع. حنا في هذه الاثناء كنزيد الكورنيشو والزيتون والتوابل وكنمزج غير بالمضرب اليدوي فهو كافي، اولا حتى بالفرشيط ما كاين حتى شي مشكل. صافي من بعد ما خلطت الخليط كيجي على هذا الشكل، ما كيجيش جاري بزاف لاننا عملنا له ديك جوج ديال الملاعق ديال الخبز المحمص فهو كيمتص لنا السوائل، وطبيعه الحال حيت عندي من السم كيعطي حتى واحد النكهه مزيانه. هنايا عندي القالب اللي قلت لكم، عندي هنايا عنده هذه القاعده متحركه كيجيني ساهل انني نديس مونتي نزولو كيف ما ممكن تعملوا في اي قالب عندكم متوفر، وانا من هادو اللي كبروك صغار. صافي غادي نخوي هنايا كميه، ما غاديش نعمل بزاف لان الكيش ما كيجيش عالي، يعني كيجي الحافه ديالو غايجي على حسب هيدا. وبطبيعه الحال هنايا الفرن عندي كيسخن من الاعلى ومن الاسفل وندخلو يتحمر، ما غاديش نعمل له انا حتى شي حاجه لا جبن من فوقي لا حتى شي حاجه، غنكتفي غير بهاد المكونات. يمكنكم تعملوا الجبن المحكوك من فوق، ولكن انا بغيت نعطيكم يعني كيش اقتصادي ما فيهش بزاف المكونات وكيجي لذيذ كيجي غزال بزاف، يعني هيدا يصلح نهار اللي بغينا شي حاجه سريعه خصوصا دابا الصيف كنبغيو شي وصفات يكونوا ساهلين وسريعين. هذا بالنسبه لهذا القالب. بالنسبه لهذا الشكل هذا فانا غادي نعمر القوالب ديال المادلين اولا لي كاب كيك كيجيو مزيونين. واذا كتشوفوا معايا فانا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالخبز المحمص هكذا باش كنضمن انهم ما غيلتصقوش، وكيف ما ممكن انكم تعملوهم حتى في الكويرطات كيجيو مزيونين. انا هادو كنعملو من الاطفال كيديوهم المدرسه حسن ما نعطيوهم شي حاجه اللي هي مشريه ماشي صحيه فيها غير مواد مضافه، هذه شي حاجه عندناها في الدار فيها الحاجات اللي كتعجبهم، ثم شوفوا يعني الذوق ديالهم شنو وتكونوا ذكيات وتدخلوهم لهم بحال هاد الحويجات بحال هذا كيعجبوهم. انا الاطفال ديالي كيعجبهم هاد السوبيمي والحاجه اللي فيها الطوم فمره مره كنعدلو لهم يديهم للمدرسه. صافي من بعد ما وضعت الحشوه غادي نعمل هاد شويه الزيتون من فوق. يمكنكم تعملوا حتى الفرماج محكوك حتى هو كيجي مزيان، انا قلت لكم ما غاديش نعملو نكتفي غير ب يعني ديك الكريمه. اذا كنتو غتعملو غير الحليب فيمكنكم تزيدو حتى الفرماج باش كيجيو كتغنيوهم اكثر. وصافي غادي ندخلهم في هذه الاثناء عندي قلت لكم الفرن كيسخن غندخلهم ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. رجعت معكم حبيباتي بعد ما الكيش ديالنا خرج من الفرن، انا خليتو دفى شويه وصافي هو ملي كيخرج كيكون سوفلي ومن بعد كيهبط عادي، شوفوا التحميره فيه مزيونه. وصافي انا غادي نقطع معكم باش تشوفوا من داخل، هو خصو يطيب يعني ما كياخذش بزاف ديال الوقت حيت كلشي طيب، خص غير ديك البيضات مع الكريمه يتقوخاو يعني يجمعوا كيجي مزيون. انا عملته رقيق شويش هو كيفاش كيجي طيب وما كياخذش بزاف ديال الوقت يعني في الطياب. وهادو اللي عملتهم فرديين حتى هما كيجيو غزالين، شوفوا كيجيو دي كاب كيك وهما طيبين ومحمرين مزيان. حتى هما نقسم معكم واحد الوحيده شوفوها من داخل كيفاش كتجي، كتجي طيبه مكونات طيبه والنكهه ديالهم والرائحه يا سلام. وهنا يا حبيباتي كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، وكما العاده كنقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه وعلى لي لايك وعلى البارطاج وعلى الكلمات الجميله اللي كتقولوها لي واللي كتخليوها لي وكتفرحوني بها اكيد وكتشجعوني على العطاء ان شاء الله في المستقبل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وبطبيعه الحال تقوموا بالتطبيق ديالها وتستمتعوا بها نتوما والاسر ديالكم، صراحه كتجي مزيونه ووصفه سهله وبسيطه. نتلقاكم فيديوهات مقبله ان شاء الله مع اقتراح جديد وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة وفي أمان الله.